فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا أعاني من إيقاظ أبنائي لصلاة الفجر، وأحيانا يصلون في البيت، فما توجيهكم في ذلك؟ اصبر على المعاناة، لا تخليهم يصلون في البيت، لأنك إذا تركتهم يصلون في البيت أول مرة أخذوا على هذا وتثاقلوا، لكن اجزم عليهم، لا تروح إلا وهم معك قدامك، يومين ثلاثة هم يتعودون وييأسون من أنك تبي تخليهم. الشيء بالتربية، ما ينفع التساهل في هذا. نعم.